بما ان بابجي عملت مسابقة النجم الساطع فحبيت اشارك فيها لاول مرة واحكي لكم شوية عن المواقف الكوميدية والمستفزة اللي بتعرض لها. بس يا ريت في الاول تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتحطوا لايك للفيديو عشان انا اول مرة اشارك في حاجة زي ديت فمحتاج دعمكم. طيب نروح بقى لاول موقف. هنا وقعت واحد جنب العربية، رحت عشان افنشه لقيت صاحبه جايلي بالباجي وقعته. المهم رحت للي جنب العربية وكنت رايح افنشه، بس قررت اشيله واروح احفل عليه، لقيته شخص محترم وبيقيم فقررت اعمل خير واسيبه وامشي. السلام عليكم. السلام عليكم غالي، يعني التقييم الغالي، يعني التقييم. تعال اوقف يا عم واحد بيتركنا يتمنى خير وبركه. انا دمي قاعد ينقص من ورا الصعده، نزلنا دمي نزلنا واحد بيتيب المستكله دمي قاعد ينقص مره. اسمعني خليجي صاحبي، لا تفنش. المهم نزلته وكنت همشي خلاص، لقيت خنزير من ورايا نوتني وسرق الكلايه بتاعتي. جه امتى معرفش. المهم ده يعلمنا اننا ما نعملش خير تاني في اللعبه. موتني بقى الاول. تاني موقف بقى ده اللي عصبني جدا. هنا بقى زي ما انتم شايفين ان في تيم كامل في البيت اللي قصادي. المهم كانوا قاعدين يفايتوا فينا، لقيتهم انشغلوا في واحد تاني، قلت اخش الزون بسرعه، لقيتهم موتوا اخر واحد وفضولي اتقدمت على طول عشان ما تزنقش زون. المهم بتقدم لقيتهم لفونا ووقعوا اللي معايا في التيم كده، انا بقيت ضد 4 لوحدي. هنا انا كنت عايز افجر صاحبي عشان ما يستفادوش بالكلايه، بس لقيت واحد بيلفنا قلت احدفها عليه، ما تنوتش بس اكيد اتدمج. ضربت عليه بالام 4 بري فاير وقعته وفنشته عشان اخوفهم. لقيت واحد من عند البيت نط لي وقال لهم الواد ده عندي، بيكت عليه وشلته. فتحت قنبلة عشان افجر اللي ورا الدرع، بس قلت افنش الكليه الاول بتاعتي عشان لو مت اكون استفدت باي حاجه. هنا بقى قررت خلاص افتح قنبلة وانوك اللي ورا الكفر واروح ابش على اخر واحد. فتحتها زي ما انتم شايفين ما اتفتحتش، ابص على البنج الاقيه زي الفل. فجأة اللعبة وقفت ولقيت الدرع اتكسر وانا مت. وهنا الصراحة انا فضلت اصيح كتير عشان الجيم كان ايزي خالص، بس للأسف النت كان عنده رأي تاني. بس كده اكون خلصت الفيديو، ياريت بقى تعملوا لايك للفيديو عشان تشجعوني واتقبل في المسابقة بدعمكم، وبس سلام.